أهلا أصدقائي، وحشتوني وحشتوني وحشتوني. أتمنى أنكم بخير وصحة وعافية. أكيد من العنوان عرفتوا عن إيش حتكلم. بعد كم علاقة فاشلة، ممتنة لهذه العلاقات كثير، تعلمت كثير منها. كنت دائما أقول لنفسي وأكررها بوعي أو بدون وعي مني: رحاب، أنت فاشلة في الحب، لا تدخل علاقة. وجلست حرفيا مع نفسي في رحلة عميقة. استمتعت بهذه الرحلة وأنا أتعرف على رحاب، أحبها أكثر وأحترمها وأقدرها. عرفت كل شيء في رحاب، استمتعت كثير وقت دخلت الثلاثين، وإن عازبة تجربة فريدة وجميلة وحلوة إنك تكوني تحبي نفسك، وكل يوم تشوفي نفسك في المراية تحبيها أكثر، تزدادي ثقة، تميز، تقولي لنفسك أنا أنثى استثنائية وجميلة. الفترة اللي فاتت لما غبت عن السوشيال ميديا عملت وقفة مع نفسي، وتكلمت كثير مع رحاب، وأدركت إن العزوبية اختيار. صحيح أخذت مني وقت طويل وفترة طويلة إني أدرك هذا الشيء، وبما إني أخترت اليوم إني أخرج من هذا العالم ومن العزوبية، أنصف هذا العالم وأدمره حقيقي، كان هنا محتاجة إني أوقف مع رحاب وأتكلم معاها. بالفيديو القادم راح أحكي لكم عن هذه الرحلة وكيف حقيقي أشياء كثيرة أدركتها وعرفتها، ممكن راح تصدمكم. الاكتشاف ممكن الغريب، والإدراك إنه الخروج من العزوبية اختيار مش نية بس، مثل ما الكثير منكم يعتقد، ومثل ما كنت أعتقد إني أنوي الزواج وهو طلوع، هو طلع شيء أعمق وأعمق أعمق من مجرد نية. يس، الفيديو القادم راح أشرح لكم كيف. هنا راح أشارككم اختياري أنا اليوم. أنتم متعودين أشارككم أشياء كثيرة مختلفة مجنونة تدور في مخي. اخترت اليوم حرفيا يعني بإني أطلع من العزوبية وأدخل علاقة وأتزوج. هنا قلت لي نفسي لابد إني أبدأ مع رحاب، أحبها، أقدرها، أعرف رحاب، أعمل هذه النذور معاكي رحاب. رحاب حبيبتي، أنا كتبت هذا النذور واليوم راح أشارك إياه، فيديو يحفظ أكثر. هذا الفيديو لك، هذا الفيديو اسمعي بكل مرة، ويا رب ألهمك أو ألهمك. شعور الارتباط بالذات قبل الارتباط مع أي شخص تاني شيء عميق. رحاب في كل مرة بتعرف فيها عليكي بحبك أكثر. رحاب بكل مرة أقرب منك بحبك أكثر. أنا اليوم أرتبط بيكي وأتزوجك أنتي، أنا معاكي أنتي، حقيقي أرتبط معاكي رحاب. قبل أمد يدي وأرتبط بشخص ثاني، أرتبط معاكي أنتي. أنا أحبك، ما راح أتخلى عنك، أنا وإنتي في هذه الرحلة المجهولة اللي كل يوم بنخوض تجربة جديدة ورحلة جديدة مع بعض. قبل ما نكون مع أي أحد، قبل ما نكون مع الآخرين، راح نكون مع بعض رحاب. رحاب وقت تكوني مريضة بكون جنبك، وإنتي بصحتك بكون جنبك، وإنتي مش مرة عندك فلوس راح أكون جنبك حرفيا، وإنتي غنية بكون جنبك. دائما راح نرقص سوا، دائما راح اهديكي ورد زي ما دائما نهدي اديكي ورد كذا غريب ومجنون واشياء مجنونه نعملها مع بعض. راح اهديكي ورد، دائما راح اهديكي هدايا. واو ورد. دائما راح اهديكي هدايا، دائما راح نحتفل، نحتفل بعيد ميلادك سوا وهديكي هدية، دائما في كل إنجاز راح نحتفل سوا. ما راح أنسى إني أحضنك كل يوم، مستحيل يا رحاب إني أنسى إني أحضن. تذكري إنك روح حرة، كائن مطلق، أنا أحبك أكثر شيء، راح أحطك رقم واحد، راح أعلم الناس تحبك،
بدون طلب، ولا بد تعرفي مش كل الناس راح تحبك، عادي لأنك مميزة. هحترمك أكثر شيء، رح أراعيك، أسمع لك دائما دائما، عندنا وقت إننا نحكي مع بعض، أسمع هذاك الصوت الجميل اللي جواتي، رح أطبطب عليك بكل مرة تغلطي، رح أسألك ورح أحضنك، رح دائما أفهم مشاعرك، ما رح أمرمطك أبدا وأبهذلك أو أهينك. أنت شخص مرة مميز، أبدا أنت ملكة، من حقك تعيش الرفاهية، دائما راح تكوني شيء واو وعظيم. التزامي فيكي راح يكون لك قبل الكل، دائما راح تكوني رقم واحد يا ريحة. وقتنا الخاص اللي احنا تعودنا ان نكون فيه مع بعض راح نكون دائما، دائما راح نكتب وراح نستمتع واحنا نسرد قصص، دائما راح نعبر عن مشاعرنا لبعضنا البعض. حبيبتي رحاب، انا احبك حقيقي، انا مره احبك. الى ان نترك هذا الجسد وننتقل لحياه قادمه بنكون مع بعض، راح اوقف جنبك، راح اطبطب عليك، راح احبك. رحاب انت شخص مره سبيشل، مره مميز، مره مختلف. حقيقي رحاب انت شخص مره مميز ومره مختلف. رحاب انا مره احبك اكثر شيء بالحياه، وراح اسوي كل شيء عشانك، راح اكون دائما جنبك، راح اكون الحضن اللي تطبطبي عليه. رحاب انا اقبل، قبلت قبلت قبلت. رحاب احبك اكثر شيء. رحاب انا مره احبك ابدا. لا تخليش، لا تخلي اي شيء يزعلك، لا تاخذي الزعل اكثر من 10 ثواني. دائما انتبهي على نفسك وصحتك. احبك.